السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو سأطرح عليكم طريقة تطعيم التين بطريقة الميني جريف. قمت سابقا بإعداد هذا الفيديو، وهناك كثير من الإخوان الذين طلبوا مني أن أعيد لهذا الفيديو، لذلك قمت سأقوم بإعادته اليوم على بركة الله. نقوم بأخذ البرعم أولا بهذه الكيفية كما تشاهدون بتصوير جيد، وبعد ذلك نقوم بهذه العملية، بعملية كشط البرعم بهذه الكيفية. كما تشاهدون نترك له هذا الخشب، وبعدما قمنا بكشط البرعم على القلم بهذه الكيفية نأتي مباشرة إلى حامل الطعم ونقوم بنزع جزء مماثل للذي قمنا بنزعه من القلم، هكذا هذا النوع من تين أصفر، نوعية جيدة. نركب عليه هذا النوع. هذا النوع هو نوع من تين عنق الحمام الشتوي. كما تشاهدون الأهم في هذه العملية هو أن يكون هناك تناسب للكمبيوم لحامل الطعم والقلم لضمان هذه العملية أولا، وبعد ذلك تأتي عملية الربط بهذا الشريط من السيلوفان الخاص للتطعيم. في الربط يجب أن لا نغطي هذا البرعم، نتركه ونقوم بالربط الجيد هكذا، يجب أن لا نترك ثغرات لكي لا يدخل الهواء هكذا. فهذا السيلوفان عازل للهواء كما تشاهدون، وبعد ذلك نقوم بربطه جيدا بهذا الشريط اللاصق، فهو أيضا عازل للهواء ويقوم بعملية الربط الجيدة. مع العلم أن هذه العملية صالحة من الآن إلى غاية شهر أفريل، بالرغم من تبرعم الأقلام، ولكن أنا أقوم بالاحتفاظ بهم في ثلاجة، بإمكاني أن أقوم بالتطعيم إلى غاية نهاية شهر أفريل هكذا. وصلنا إلى نهاية العملية. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم والسلام عليكم.